والله إذا قطع الاتصال بينك وبين الله قطعت السعادة عن حياتك كلها. الاتصال هو الصلاة. لذلك يقول بعض أهل العلم: من أراد السعادة فليعرج إلى الله إذا صلى. الله فرض الصلاة في أي بيت من بيوت أمهات المؤمنين؟ ولا بيت، ولا بيت فرضها في السماء. لما؟ لقدرها عنده، ولا كفر إلا في تركها. قال ابن عباس وغيره: ما في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة. اللي يترك الصيام عاصي مرتكب كبيرة، بشرط أن لا يستحل ترك الصيام. اللي ما حج إلى الآن عاصي مرتكب كبيرة بس مسلم. اللي ما زكى مع أنه بخيل عاصي مرتكب كبيرة مسلم. ما صام عاصي مرتكب كبيرة مسلم، إذا ما جحد بوجوب الأركان. لكن ترك الصلاة، ترك الصلاة متعمدا تكاسلا، ارتد عن ملة الإسلام في أصح أقوال أهل العلم. واحد ما يتصل بربه كيف يسعد؟ ولذلك أحبابي، ميزان السعادة، أنت تبغى تضبط إيقاع الحياة، تريد تضبط إيقاع حياتك، اضبطها بضبط صلاتك. واحد يصلي على الهوى، يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ويقعد يحك راسه: أنا صليت ما صليت، توضيت ولا ما توضيت، ضايع، حياتك ضايعة، أحسن الله عزائك، الرقم غير صحيح، الرقم لا يوصلك إلى السعادة. لذلك من يوم أن ترى الإنسان يصلي على هواه بلا أن تسأله، اعلم أن حياته متذبذبة. الله عظيم الذي: أيستوي من يسجد لله سجدة تساوي صلاتي وصلاة من مثلي؟ صلاة كم؟ سجدة. أنا رأيت رجل سجد سجدة في المسجد الحرام 40 دقيقة في جوف الليل، والله 40 دقيقة، وأنا كنت ماخذ عمرة وما أبغى أستاجر، أبغى أرجع للرياض، مو طيب فيني داخل الحرم، ما عندي مكان آخر. صلينا 2 3 4، جلسنا بجوار الرجل ما رفع رأسه، خشينا أنه مات. فبعد 40 أو 41 دقيقة قال: الله أكبر، إذا وجهه كالشمس في الشمس كأنها في مفرقه وكأنها في وجهه نور. والله لو لم يكن متلذذا بمناجاة الله ما سجد 40 دقيقة.